طيب ممكن نرجع هسه على مسألة التسجيل. هذا الشكل 5.3 احلنا هاي المسألة. يقول هذا الوزن سي وزنه 40 كيلوغرام. يريد يعرف الوزن اي حتى يبقى هاي المنظومة تبقى في حالة الايش؟ توازن. وحتى يبقى هذا دي اي الكيبل افقي والكيبلات البقية تبقى مثل ما هي موجودة امامك مثل ما موجود بالشكل. السؤال هو كم وزن هذا الوزن اي حتى يبقى هاي المنظومه منها. هسه انا راح اسالكم سؤال، كم كيبل موجود عندنا في هذا السيستم بهاي المساله؟ كم كيبل عندي؟ اربعه. لا شوفوا، واحد اثنين ثلاثه، ماكو اربعه. ليش؟ لانه هذا الكيبل شوف جاي من هوني، فات على بكره من بي وافتر وجا هون، واضح؟ لو هذا هو ما نفسه. هو نفسه بالبكرة. عافية، هو نفسه بالبكرة. لو هذا أكو حلقة مثل هذه هوني كانت المسألة مختلفة. كانت المسألة مختلفة. بس هو إيش خلى؟ خلى بكرة هنا. فأرجع أنا أرسم هذا السؤال. عندي بكرة هنا. الكيبل دخل منها. نسمي نفس التسميات. هاي الزاوية إذا تبقى 30 درجة، هذا سي يساوي 40 كيلوغرام، هذه بي، هاي بكرة هوني، وهذا سي إل اللي هو النشاط. واضحة المسألة؟ شوف هذا كم كيبل عندي هوني؟ عندي هذا الكيبل نفسه فايت من هوني، راح يجي يشكل فرحة حول البكرة ويجي هنا وعليه مشدود. هذا الكيبل يجي من هوني مشدود بالجدار لهذه الحلقة الوسطية، هذا على الحلقة. فإذا عندي كيبل واحد، كيبلين، ثلاثة، أطيق أسميهم تنشن لأنه تنشن كيبل. شوف هذا أسع، إذا جبت مقص وقصيته هنا ايش راح تولد؟ راح تولد لي قوتين متساويتين بالمقدار متعكستين باتجاه مكان القص. فلهذا بنقطع وش يصير هذا؟ هذا يقع. ليش؟ لأنه هذا بين وزن، هذا الوزن مالته كم؟ حيكون 40 في ايش؟ خلينا نقول 10. ايش راح يصير؟ 400 نيوتن. معناته اذا قطعت الحبل هون ايش راح يصير؟ يتولد بهذا الكيبل قوه هم 400 نيوتن. 400 اذا قصينا انا راح يصير صفر، يفتر هذا كله يقع وهذا يقع، واضح؟ بس هو ايش قد العشرة مكان 9.8 مكان 9.81 جي بسهولة يعني. حتى قبل شويه سالتوكم قلت لكم الكيبل هذا، شوف هذا يفتر حول الكيبل، فاذا لو قطعته باي مكان انا هذا الكيبل راح الاقي بين القوه ايش قد ذاتي؟ 400 نيوتن. ليش؟ لانه كيبل تنشن، واضح؟ شوف هذا اللاف مجهول، هذا اللي هو راح يكون اشهر عندي، راح يكون عندي دبليو في 10 دبليو اي في 10 اللي هو راح يساوي لنا 400 ساين 30. 400 ساين مضبوط. منو عم يحكي هذا؟ بالمقام محمد عبد القادر. ممتاز ممتاز. هذا راح يكون عندي 10 دبليو، واضح؟ بحيث اذا قطعته هذا هنا ايش راح يتولد؟ 10 اي. هذه
راح تتحول إلى مركبتين. شوف هاي المركبة الأولى وهاي المركبة الثانية. المركبة الأولى إيش راح عندي؟ هذه 400. إيش راح تكون عندي؟ 400 زاوية بعيدة ساين 30 درجة. وهذا إيش راح يكون عندي؟ عندي 400 كوساين 30 درجة. ما يخالف هذا نسميه T1 اللي هو tension force بالكيبل 1. هذا T1، هذا راح نسميه، هذا راح نسميه T2 الكيبل الثاني tension force بالكيبل الثاني. اشرب قيمته 10 WA. اي هذا راح يكون T3 اللي هو الفورس بالكيبل FD. F E D واضح؟ فأجي على هاي العقدة اللي هي عقدة E وأرسم بها فقط هاي المحاور اللي هي هذه راح تكون عندي 400 كوساين 30 درجة. يطلع منها ايش؟ هو تي 340.4. وعندي من هون هذه باللون 400 ساين 30 درجة. وعندي اي هذه كم؟ تي 2 اللي هي 10. اريد اقول امتحان دائما ايش تعملون؟ دائما تفوتون معاي ترسمون مثل ما انا عدرت. علموا ترسمون، بدل ما ترسمون تشخبطون تشقون ورق ما تعلمون. لازم تشق وترسم وهذا توسخ البيت وتسخن. هسه راح نجي نعمل ايش؟ اذا عملنا سيجما اف اكس يساوي لنا صفر نطلع تي 3، اذا عملنا سيجما اف واي نطلع قيمه تي دبليو اي. فخلينا نقول سيجما اف واي بالبدايه يساوي لنا صفر. ايش عندي؟ قوه نحو الاعلى. القوه نحو الاعلى 400 ساين 30 واتجاهها نحو الاعلى. لازم اكو قوة حتى تبقى في حالة التوازن نحو الأسفل. اش قدرات القوة باتجاه الـ Y axis؟ اكو غير هذا؟ ماكو. فإن 10 WA. من هون الـ WA ايش قد راح تكون قيمته؟ راح يكون عندي 400 10 على 10 30 على 10 ويساوي لنا كم؟ 20 يساوي لنا 20 كيلو. واضح؟ 20 كيلو غرام. إذا سألتوك إيش قيمة تي 2؟ تي 2 تي 2 هاي التنشن فورس راح يكون عندي 10 لا 200 نيوتن. قوة الشد في الكيبل 200 نيوتن تنشن شد. ظل ايش طلع عندي؟ طلع عندي سيجما اف اكس يساوي لي صفر. شوف ايش عندي سيجما اف اكس يساوي لي صفر. عندي تي 3 يساوي لي ايش؟ يساوي لي 400 كوساين 30 درجة. ويؤدي الى ان تي 3 راح يساوي لي كم؟ 346 346.46 وحدتها نيوتن وايضا تنش. يعني بالاخير اطيق ارسم هذا لو ما اطيق ارسمه؟ اطيق ارسمه فري بادي دايجرام. احرسم بكره هون هذا الكيبل الاول، هذا الوزن الاول اللي هو 40 كيلو غرام. ثاني وزنه كم؟ 20 كيلو غرام. الزاوية هاي 30 درجة. راح ارسمها بهالطريقة وتعلموا دائما تعملوها انتم كذلك فقط.
معناته هذا نحو الأعلى على قطاع مثل ما هو شوفوا على قطاع شوفوا ايش قد داتو قيمة التنشن 400 اكتب عليهم تنشن هون ايش قد راح يصير عندي هذا ثمانية ستة وأربعين بوينت فور نيوت أيضا تنشن هذا إيش قد راح يكون عندي يشبه هذا هي إيش قد راح يكون 400 نيوتن وأيضا تنشن وهذا كم راح يكون عندي تي 2 اللي قلت لكم قبل شوي عليه إيش قد طلع عندي 200 يعني كأنما أنا أسه حللت المنشأ وفتت ببطنه وعرفت كل كيبل إيش قد يتحمل أوزان طبعا هذا أيضا وزنه هذا قد هون إيش قد 400 وهون إيش قد هذا 200 صحيح؟ شوف إذا أخذنا هذا لوحده إذا أخذنا هذا لوحده قوتين متساويتين بالمقدار متعكسة 400 نحو الأعلى 400 نحو الأسفل تساوي تعالوا هذا 200 نحو الأعلى 200 نحو الأسفل متساوي نجي هون هذا من هون يسحب 400 من هون ايضا يسحب 400 هذا 400 بهالاتجاه المركبه مال هذا 400 اللي هي مركبه ال 400 في كوساين 30 يعطينا 346 اللي هو مركبه هذا الافقيه والشاقوليه 200 يساوي لنا هذه 200 يعني هاي اذا ايضا ممكن نعملها بهذا الشكل هذا ايش راح تكون عندي 340 لانه راح تكون 400 كوساين 30 راح تصير 346.4 وهذا ايش راح تكون عندي؟ تكون عندي 200 اللي هي 400 ساين 30 واضح؟ شوف هذه تعاند منه؟ تعاند اي هاي وهذه تعاند منه؟ تعاند هاي وبالحالة ايش راح يصير؟ يتقب حد التوازن هذا المفصل اوكي؟ طبعا شوف هذه ايضا ممكن اذا حللناها بهالمكان هذا ايضا راح يطلع لنا ايش قد قيمته يشبه هذا شوف دائما انا متعلم سريع معنا بس انت شوي يجوز بطيء شوف هذا اللاخ ايش قد عندنا 340 46 بوينت شوف هذا ال 200 من هون نحو الاسفل 200 نحو الاسفل معناته هذا الرياكشن او رد الفعل نحن ما اخذنا ردود الافعال معناته رد الفعل نحو الاعلى ايش قد لازم يكون هون بهذا البين لازم يكون 200 زائد 400 600 وايضا المركبه الافقيه هذه بهالاتجاه لازم ايش تكون بهالاتجاه رد الفعل نعم 340 46.4 وبعدين نطلع ار المحصله مالتها والثيتا مع رد الفعل هذه هنا بهالاتجاه رد الفعل هنا لازم ايش قد يكون سحب رياكشن 340 46.4 346 شوف الغايه من انا من هذا كله طبعا المركب الشاقولي هون ايش قد؟ صفر الغايه هو السؤال بس طلع قيمه دبليو اي بس انا ممكن افسخ لك هو تفسيخ اريدك تفوت داخل المنشا وتحل وتفكر شلون يصير هاي المسائل كلها واضح؟ شوف هذا بهالاتجاه حتى يتوازن لازم اكون مقابله هذا نحو الاسفل حتى يتوازن لازم اكون مقابل نحو هذا في الاتجاه لا لازم تتعلمون اليوم الطريقة ناخذ مثال آخر من التيبل أي مسألة تريدون الحل أنا ما عندي مشكلة تريدون الحل هذه ولا هذه ولا هذه اي مسائل ولا هذول المسائل ولا سهل طبعا هاي المسائل كلها لازم تنحل يا شباب ما توازن يعني حلوها كل المسائل يعني هاي الصفحه الاولى حلوها الى 3 19 هذول ما داخلين 3
والصفحة اللي بعدها يعني أول صفحتين فقط حلو. حلو الصفحة الأولى الصفحة الثانية فقط. الصفحة الثالثة والرابعة يعتمد على الإكوليبريم بعد الرياكشنات ناخذ المحاضرة الجاية ونعرف كيف نحكي عنها. هسه من هذول الأمثلة ما تجدون بعدين حل. نحل كمان مال الترافيك لايت. لو نحل أي أبو الترافيك لايت. لو نحل هذه أصعب. لو نحل هاي. لو نحل لي هذه. أنت مختارة. دكتور هذا آخر واحد. هذا آخر واحد من الكرة. يقول determine the distance d. يقول حدد لي هاي المسافة d. ما يعرف ايش حدد هاي المسافة d. إذا عرفت إن الوزن مال هذا البول مال هاي الكرة وزنها ايش قد هاي الوزن الكرة هذه. إذا علمت أن وزن هذه الكرة يساوي لنا 20 كيلوغرام والفورس F applied إيش قد هاي القوة أن نسحبها؟ أن نسحبها 10 أو 100 نيوتن إذا applied in horizontal direction. Determine the distance D هذا D إيش قد؟ فكوا بين الكيبل كم كيبل عندي هوني؟ كيبلين. فعندي كيبلين أنا هون يعني عندي قوة أولى قوة ثانية صحيح وعندي فورس وعندي وزن آخر اللي هو إيش قداته وزن 20 كيلوغرام يريد هاي المسافة دي إيش قد راح تكون سؤال حلو. أرسم شوي أصغر لأنه هو الشيء الصورة واحدة ما عم تطلع. أرسم أصغر شوي أعملها. مضبوط في مسامير هذه F قال قيمتها كم؟ 10 ما قيمتها 100 عفوا نيوتن والوزن هذا الوزن W يساوي لنا 20 وهاي المسافة 1.0 وهذا 2 متر. هسا ايش نعمل اول شيء؟ مثلث قوة بهالطريقة ما ينفعنا ليش؟ يعني قوة قوتين 3 4 فمثلث قوة ما بكره لازم نحلل مثلث قوة نطيق نستعمله فقط عندما يكون عندنا 3 قوة من سي عندي أكثر من 3 نحن لازم أحلله إلى مركبات. هذا أول زاوية هذه ممكن أطلعها ولا ما ممكن أطلعها؟ بدلالة دي
والزاوية الثانية نطلعها زد على الدي، فعسى يعني ثيتا 1 ثيتا 2. بعدين من ثيتا 1 وثيتا 2 اللي بس اكبرها شويه، لا اشوف الكام كيبل عندي انا اليوم. ها هذا كم كيبل عندنا؟ ثلاثة كيبلات بينو، كيبل واحد كيبلين. هذا الكيبل الأول هيفر من هون وهيطلع، واضح؟ وهذا الكيبل الثاني ايش بينو؟ كيبل. فإذا كم كيبل عندي؟ عندي تو كيبلز، فعندي إيه هذا راح يكون عندي هذا لو ما عيفر، لو ما كنفر، لو كن شد هوني والاخ رجع عن شد هوني كل واحد شكل. بس هذا لو قطعتونه وهذا قطعتونه راح يكون نفس الشيء. شوف لو كان مثل هذا اليمع، شوفون الماوس وين كان شفته؟ كان لا مختلف، بينما هذا شوف ايش يفوت من بطنه عيفر عليه. شوف هذا يختلف، هذا كم كيبل؟ واحد اثنين ثلاثة. بينما ايه هذا الكيبل لو دخل من هوني من سي من بي وطلع وراح الشكل، اقول لك هذا كيبل واحد، واضح؟ بينما هذا هسه كم كيبل؟ هذا كيبل واحد في الاعلى وكيبل واحد في الاسفل، واضح؟ اوكي. فاذا عندك تي، وايضا عندك بهالمكان ايضا تي. واضح؟ نرجع هذا ايش شلون نعطيك حل؟ هذا راح يكون عندي 20 في 10 ويساوي 200 نيوتن. هذا نحو الاعلى، نحو الاعلى ايش قد تعطي؟ 200 200 اللي هو تي 1، هذا تي 2 200 نيوتن. ترى سهل جدا، ما صعب، ما لا تخشعون. هذا شوف هسه عندي ايش عندي؟ عندي إيه هاي المركبه مالته، ايش راح تكون عندي؟ راح يكون عندي تي 2 ساين ثيتا 2، صحيح؟ اللي هو يساوي 200. والثانية إيه هذه؟ راح يكون عندي تي 2 أيضا ساين إيش؟ ساين ثيتا 1. مجموع هذول الاثنين لازم يساوون إيش قد؟ 100. شوف بهالاتجاه، هذا أول واحد، إيش راح يكون عندي هذا؟ راح يكون عندي كوساين للاثنين يساوي 100، كوساين ثيتا 2 ولا هيكون تي 2 كوساين ثيتا 1. هذول الاثنين لازم يساوون إيش قد؟ يساوون 100. فنجي سيجما اف اكس يساوي لنا صفر، هذا الكوليبريم اكويشن. راح يكون عندي تي 2 كوساين ثيتا 1 زائدا تي 2 كوساين ثيتا 2 راح يساوي لنا ايش قد؟ يساوي لنا 100. هذول بهالاتجاه معناته كوساين ثيتا 1 زائد كوساين ثيتا 2 تي 2 يساوي 100. معناته تي 2 ايش يساوي 100؟
على كوساين ثيتا 1 زائد كوساين ثيتا 2. نجي الثاني ايش عندي؟ من سيجما اف واي يساوينا صفر. ايش عندي؟ عندي نفس الكلام تي 1 ساين ثيتا تي 2 تي 1 تي 2 ساين ثيتا 2 زائد تي 2 ساين ثيتا 1. هذول نحول على اثنيناتهم راح يساوي لي ايش؟ راح يساوي لنا 200 نيوتن اللي هو الفورس نحو الاسفل. من هون اطلع ساين ثيتا 2 زائد ساين ثيتا 1 يساوي لي 200 في تي 2. صحيح؟ اجيب تي 2 هذه احطها اي هون. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ساين ثيتا 2 زائد ساين ثيتا 1 على كوساين ثيتا 1 زائد كوساين ثيتا 2 يساوي لنا ايش قد؟ في 100 يساوي لنا 200. يعني مكان تي 2 اجيب هذيك اللي هون 100 معروف. معناته ساين ثيتا 2 زائد ساين ثيتا 1 على كوساين ثيتا 1 زائد كوساين ثيتا 2 يساوي لنا 200 على 100 ويساوي لنا 2. وهون لازم تحتاجون ايش؟ تحتاجون علاقة بين ثيتا 1 وثيتا 2. لازم تعرف العلاقة بين ثيتا 1 وثيتا 2 من هون. يعني كوساين ثيتا 1 ايش يساوي لي؟ يساوي لنا 1.5. نجي نعوض مسا. نجي دحق هون على الشكل. نفس ما قلت لك هون. نفس ما هون حتى يكون أوضح. هذا راح يكون عندي دي وهذا راح يكون عندي 1.5 وهذا راح يكون عندي 2 متر صحيح. وهذا عندك راح يكون عندي تحت الجذر دي سكوير زائد 2 زائد 4. وهذا ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي تحت الجذر 4 زائد 1.5 زائدا دي تربيع صحيح؟ نجي ساين ثيتا 2 ساين ثيتا 2 ثيتا 2 هي هذه الكبيرة هاي ثيتا 1 ساين ثيتا 2 الساين ايش يساوي لنا؟ المقابل على الايش؟ على الوتر المقابل راح يكون عندي 1.5 زائد دي على الوتر اللي هو هذا تحت الجذر 4 زائد 1.5 زائد دي سكوير. هاي خلص اول واحد ساين ثيتا 1 ثيتا 1 هذه الصغيره راح يكون عندي دي على تحت الجذر دي سكوير زائد 4. بعدين تجي هون كوساين ثيتا 1 2 على الوتر الوتر مال ثيتا 2 هذا 4 زائد 1.5 زائد دي سكوير زائد دي او 2 على تحت الجذر دي سكوير زائد 4. هذا كله يساوي لنا 2. هون ايش عندي مجهول؟
فقط قيمة دي، طلع قيمة دي بالتجربة والخطأ. يعني تحط قيمة لدي مثلا 3، ترجع تجربه ويطلع لك رقم مختلف، ترجع تجربه لحد ما يطلع لك قيمة دي. واضح؟ تراي اند ايرور يسمونه. ليش؟ انه يطلع لك معادلة صعبة طويلة. واضح؟ احد عنده سؤال؟ باقي رياضيات يعني. دكتور قيمة دي احنا نعوضها من عندنا. ايه خذ لك 3 مثلا. اطلع ايش خلي يطلع لك مثلا؟ يطلع لك 2.5، ارجع خذ لك 2.5. تطلع لك مثلا 2.8. ليش كنت تتقرب على كيفك يعني؟ مو صعب يعني. اوكي. يعني لازم تطلع قيمة 2 دكتور؟ يعني تتبسط هذه يعني طبعا تتبسط بس يعني هذا الشغل على ما يتبسط. واضح؟ دكتور اكو اسئلة مطولة يعني تجي بالامتحان؟ والله انا ما يعني ما اعقدها شكل. انت شفت من سؤال مطول يعني انت شفت من سؤال المادتين كل واحد الحل مالته سطر. اي بس بطل. هذا السؤال يعني شويه اي بقى حليتونه يعني انت ايش ما تريد تحلوا هذا تحلوا التجربه والخطا تحلوا وطلع اخر شيء. نحل مثال اخر اخر مثال نحل الإشارة المرورية ترافيك لايت لو هذه السنادين دكتور 1-3 يمكن هذه 3-25 تريدون لو نحل هذه 3-13 هذه نحلها لو اي موديل اي موديل انت حلتهم اياه يعني حلتهم هذه تقول البرزنتيشن يمكن ما عرفتوه اه ماكو عرض ما تقولوا لي ماكو عرض انا قاعد بحثي على ما عبا المشكله من يمي اوكي بدنا نحلل لكم هذه الصنادين هذول كيبل كيبلين 3-4-5 كيبلات او هذه كيبل كيبلين 3 أو هذه كيبل كيبلين 3-4 كيبل 3 كيبلات هون أو هذه هذه خلينا ما تشبهها تدون هذه هذه إيه ما تدون ترافيك لايت دكتور أبو إشارة المرور إشارة المرور إشارة المرور يقول لك ديترماين تنشن كيبل A B قال لك من قال لك A B tension cable معناته هذا الكيبل اللي هوني مقطوع بين حلقة وبعدين الكيبل الآخر اللي هو موجود بين ال B وال C والكيبل الآخر الأخير الإشارة المعلقة ال C إلى D على أعمدة 2 عمود A وعمود E الوزن للكيبل to support الأوزان هذا مال الترافيك لايت بالصدفة كانت ما متوازنة يعني وردي مثلا بها 4 جهات إشارات وردي بها 3 يجوز فبالصدفة صارت وزن A وزن B يساوينا 10 كيلوغرام وزن C يساوينا 15 يعني والواقع المفروض يكون نفس الوزن بس هنا قال لك هذا 10 وهذا يساوينا 15 كيلوغرام يقول هذه الأوزان أوجد القوة تشد في هذه الكيبلات إذا علمت أن هذه الزاوية ثيتا هاي الزاوية الأولى 15 درجة الزاوية الثانية مجهولة يعني يقول لك موجود لي قوة الشد في هذه الحبال وهذه الزاوية الموجودة أمامك طيب والله هذا سهل جدا بس يعني
هاي الزاوية كم؟ 15 درجة. هذا الوزن ايش قدراته؟ راح يكون الوزن 10 15 وهذا 15 طبعا يقول لك respectively يعني بالتعاقب فيعني يرجع B على 10 يرجع C إلى 15 المجهولين موجودين عندي بس عندي هذا الكيبل يا جماعه الكيبل ما شاء الله واضح نجي اول شيء حتى نحلل نقول ايه هذا ايش قد بين قوه ايش قد بين قوه هذا اول شيء راح يكون عندي 150 نيوتن هذا راح يكون بينه 100 نيوتن قوتين متساويتين بالمقدار متعاكستين باتجاه معناته هذا الكيبل اذا اكو اي يسحب نحو الاسفل 100 معناته هون ايش لازم يكون نحو الاعلى 100 معناته اذا قطعته بهالشكل الكيبل هذا اوجد هسه تنشن تي هذا خل اذا سمينا انه تي 1 هذا سمينا انه تي 2 وهذا شوف هالشكل هذا الونه وارتبه الحل مالتي بحيث اقصقصه بالك هذا 100 مباشرة ما يحتاج لا اسميه تي 1 ولا تي 2 هذا ايش راح يكون قيمته؟ 150 واضح؟ اجي اخذ العقدة هذه هاي العقدة الأولى ايش سماها هو؟ بي وهي العقدة سماها سين فأجي آخر عقدتين عندي هاي العقدة الأولى عقدة بي أحلل هاي القوة تي إلى قوتين مركبات هذا شو راح يكون عندي؟ راح يكون عندي تي 1 ساين 15 درجة صحيح والمركبة الأخرى هذه راح يكون عندي تي 1 كوساين 15 درجة أجي آخذ هاي العقدة لي واحدة وأكبرها لي هاي حتى ما أخربط لي أقول من هون يسحب قوة تي 2 ويسحب نحو الأسفل إذا قطعتها من هون على قطع الشكل أسحب قوة 100 نيوتن هون نحو الأسفل ويسحب من هون قوة تي 1 حللتها إلى مركبات تي 1 كوساين 15 درجة ونحو الأعلى تي 1 ساين 15 درجة هذا تي 2 إذا أخذت سيجما اف اكس يساوي صفر ما استفاد شيء ليش؟ ناخذ الواي اللي واي صفر وتي 1 مجهولين عندي هذه مشكلة ما استفاد منها اخذ سيجما اف واي يساوي صفر بالبداية ايش عندي؟ عندي شوف 100 نحو الاسفل ايش يقابله نحو الاعلى؟ تي 1 ساين 15 درجة معناته من هون ببساطة هذا نحو الاعلى معناته ببساطة اطلع قيمة تي 1 ويساوي لنا ايش قد؟ 386 عدد؟ وانت 37 طيب هسه من طلع هذا معلوم تي 1 معلوم تي 1 معلوم هسه ممكن نطلع سيجما اف اكس هسه بسهوله ممكن نعمل سيجما اف اكس ليش؟
انه هسه هذا معلوم تي 1 صار معلوم قبل شوي كمان معلوم هسه صار معلوم صار ايش قد 380 86.1. اجي اقول هسه سيجما اف اكس تساوي صفر راح يكون عندي تي 1 كوساين 15 درجه راح يساوي لي منه ما عندي بهالاتجاه هذا راح يساوي لي ايش؟ راح يساوي لي تي 2 اللي هو بهالاتجاه. ايش عندي هون تي 1؟ تي 1 معلوم ممكن اجيب احط 373 اضربه في ساين 45 ايش يطلع نتيجته؟ 373.2 ايضا لازم نكتب عليه نوت تنشن لا تنسوا ولو هو كيبل ما يحتاج تقول بس هو ممكن تكتب تنشن. تمام؟ 0.7 0.7 ايش بقى عندي؟ بقى عندي العقدة الأخرى. أروح على العقدة الثانية، هي هاي العقدة. العقدة سي. شوف العقدة سي ايش عندي؟ عندي 150 نحو الأسفل معلوم، عندي هذا صار معلوم. من العقدة السابقة انه هذا هسه معلوم صار عندي تي 2 370 73.7 معلوم صار هذا 150 نحو الاسفل ضل تي 3 مجهول والزاوية مجهولة فاجي على هذا ممكن استخدمه اجي على عقدة السي اقول من العقدة السي هيطلع عندي تي 3 هيطلع عندي هذا الفورس تي 2 اللي كنت طلعته هون 373.7 نيوتن بالزاوية ثيتا مجهولة بوزن قبل شوي ايش خطر عن الوزن مع هذا 150 نيوتن نحو الاسفل نجي نشوف ايش راح نستفاد من هذا ممكن نحل طبعا ممكن نحل من هون نبدي نحل بطريقتين اما either احل من هون or either or ايش اما احله بطريقه تحليل المحاور يعني هذا راح يكون عندي كوساين وهذا ساين تي 3 وبعدين اوجد مجهولين اعوض واحد بالثاني واطلع او اور احل مثلث القوة اسهل جدا اطلعه على السريع خطوة واحدة اشوف خلي نحله بايش بقانون الايش التحليل فايش راح يصير عندي راح يصير عندي تي 3 كوساين 3 او كوساين ثيتا ثيتا مجهول وهذا ايش راح يكون عندي تي 3 ساين 3 صحيح؟ هاي بعد قريبة هاي بعيدة. هسا ال 150 ايش راح يساوي لنا؟ أيضا ما أقدر أستخدم سيجما اف اكس. أو نفس الشيء سيجما اف اكس سيجما اف اكس. سيجما اف اكس يساوي لنا صفر ايش راح يساوي لنا؟ 370 73.7 بهالاتجاه راح يساوي لي ايش؟ راح يساوي لنا تي 3 كوساين ثيتا. هون مجهولة عندي ما أقدر أطلع لا تي 3 ولا ايش؟ استخدم معادله التوازن الثانيه اللي هي سيجما اف واي يساوي لنا صفر. ايش عندي نحو الاعلى؟ راح يساوي لنا او ايش عندي نحو الاسفل؟ عندي 150 نحو الاسفل راح يساوي لي ايش؟ تي 3 ساين ثيتا اللي هو نحو الاعلى. وقيمة تساوي تم عكس هسه اجي من هاي المعادله اطلع ثيتا واطلع تي 3 اعوض هون. إذا طلعت من هون تي 3 وعوضتها هون ايش راح يصير عندي تي 3؟ تي 3 من هاي المعادلة إذا طلعتها ايش راح يساوي لنا تي 3؟ 300 373.7 على كوساين ثيتا خليه اي هون فراح اخلي 150 احسن مكان تي 3 ايش راح اكتب؟ اكتب اي هذه اكتب 370 73.7 على ايش؟ على كوساين ثيتا في ساين ثيتا هاي ننزلها مثل ما هي هذا ايش راح يساوي لي؟
واحد واحد هذا منه أبو الواحد لا لا إذا ما تعرفون ساين على كوساين يساوي تان فهذه مصيبة أي تمام تان تان وهم أشهر يساوي نتيجة وبوينت 24 طلعت عن إنفرس بوينت لا ما طلعت تكتبونه هالشكل 150 150 تقسيم بالحاسبة 150 تقسيم تقسيم 373.7 وبعدين تكتب شفت وبعدين تكتب تان انفرس وبعدين تحط الانسر يطلع لك 21.8 اجي اعوضه باي معادله اما هذه او هذه يعني ماكو مشكله يطلع لي تي 3 تي 3 ايش راح اساوي لنا؟ اخذ المعادله هاي مثلا 373 شوف 370 73.7 اقسمه على ايش؟ اقسمه على كوساين انسى جواب معادله يطلع 400 وايش قد؟ 402.6 نيوتن شوف هاي الطريقة الأولى. أو الطريقة الثانية أسهل يمكن. الطريقة الثانية، شوف الطريقة الثانية كيف راح أحل في المثلث القوة. بعملية سهلة جدا. أقول هذا 150. نهايته أرسم محاور. بعدين أرجع أقول إيش عندي؟ عندي من هون يبدي إما هذا أو هذا، هنا ما عندي أي مشكلة. يعني ممكن يكون هذا ولا هذا، ما هو مشكلة يعني. يعني ممكن تاخذ ممكن ترسم هذا وبالاخير تقفل هوريزونتال او تاخذ هذا خليني هسه ناخذها هالشكل وبعدين ناخذها بالطريقه الاخرى اذا ناخذ تي 3 مباشره هذه ايش خذتها 370 73.7 وبعدين ارسم بنهايته ايش محاور وبعدين ارسم هذا اخر قوه شوف راح يصير عندي لوب من الفيكتورز وهي الزاوية أشقر هاي الزاوية كم؟ 90 هذا إيش راح يكون عندي؟ تي 3 المجهول تي 3 كيف أطلع تي 3؟ كيف أطلع تي 3؟ 150 تربيع و 373 تربيع تحت الجذر تحت الجذر 373.7 سكوير زائد 150 سكوير ناقص 2 في 150 في 373.7 في كوساين كوساين ايش 90 درجة ليش المقابل يطلع لك تي 3 402 نفس شوف هذه وهذه نفس دكتور لا متوهم متوهم انا حسبت بس طلعت التي 3 ما طلعت كوساين ال ما مشكلة حسبوها يطلع لكم نفس الجواب وبعدين تجي بعد ما طلع او ممكن تكتب هذه بهالطريقة هذه تكتبها يعني احسبوا هذه تطلع لكم ايضا نفس الرقم واضحة هذه يا شباب؟ تحس
احسبوها انتم يعني على كيفكم معي. يعني ما دكتور 255 مستحيل. هو كوساين 90 واحد ما تمام؟ نعم واحد. كوساين 90 هاي الزاوية؟ إيه؟ أنا حسبتها كوساين 30 ما تبين. لا 90 هاي 90 أبوي مين جبنا 30؟ ما عندي 30. السعيدة. هذه واحد. يطلع لك 402 لا تلحم الله. وين طلع 402؟ تبقى عندي الزوايا. واضحة هاي طلعت 402. دكتور 402 بوين 6 صح 402.6 نيوتن. طيب هسه هذا طلع عندي، راح ارجع اخذ قانون الساين، راح اكتب 402.6 على ساين 90 تساوي لي هنا 370 93.7 على ساين ايش قد؟ ساين فد بيتا ويساوي ان احنا ايش قد؟ 150 على ساين شنو؟ بيتا. هون من المجهول عندي؟ بيتا مجهول عندي. فاجي منها اطلع قيمة ساين ثيتا. ساين ثيتا راح يساوي لنا شنو؟ يساوي لنا 150 في ساين 90 درجة على 402.6 منا ثيتا شيل راح يساوي لنا نفسها تطلع لك 21.87. واضحة هذه يا شباب كيف حليناها؟ سهلة مو صحيح؟ حلوا بقية الأمثلة يعني الجروبات خلي يبدون يحلون هاي الأمثلة البقية يبدون يعني من الجروب رقم أي أو واحد ياخذ السؤال الأول أي سؤال ما كان حليناه تبدون تحلونه دكتور كل الأسئلة تحلوها وتسلموا لي هي دكتور نعم أنا اسمي ما موجود بالجروبات. حتى مشيت من الأول. اسمي ما موجود بالجروبات. أروح للجروب الأخير آخر واحد. إيه بس خليكم. إيه بالجروب الأخير روح. تحلون الأمثلة كلها بما في ذلك هذول. يعني تحل هذا. كلته تحله. ليش بدك تحله؟ حتى بالامتحان أجيب لك واحد من هذول تعرف تحلهم. الورقة الأولى هذه والورقة الثانية هذه. أوكي؟ كلها تحلوها. تقولون سوا تحلوهم. واضح؟ الورقة الأولى والورقة دكتور بالنسبة للشيت الأول دي هوم وورك لو بس هذا الشيت نحله لا الأول لا حلوني ما يحتاج هوم وورك أنتم حلوني بس أنا أجيب منه أسئلة الامتحان ها من هسه حتى تكونوا على بينة نعم تمام؟ محاضرة اليوم أنا انتهت تمام